يحتشد امام السفاره، لا احد يروح هناك برا. المتوجهين باتجاه الفندق يجون وليكتظ الجميع امام السفاره حتى نرسل الرساله واضحه وقويه. الرساله الاولى ايها الاخوه، الرساله الاولى ان هنا البحرين وليس فلسطين. اذا كانت قيادة درع الجزيرة تعتقد ان البحرين هي فلسطين، فنؤكد لهم ان هناك مشكلة عندهم في البوصلة. هنا البحرين، واذا نيتهم تحرير فلسطين فنقول لهم اتجهوا الى فلسطين وليس الى البحرين. الرسالة الثانية الى شعوب المنطقة، الشعب الكويتي والسعودي والقطري والإماراتي والعماني وشعوب المنطقة الأخرى، إذا كان درع الجزيرة وقرارات دول مجلس التعاون توافقون عليها فنحن نعتقد أن هناك مشكلة لديكم، ولكننا على ثقة بأن في هذه الشعوب شرفاء ويؤمنون بقضية شعب البحرين الأزلية مع هذا النظام، فنطالبهم ونطالب نخبهم أن يبدوا موقفا حيال قرارات مجلس التعاون وإدارة درع الجزيرة. الرسالة التالية نوجهها إلى حكام الدول العربية وإلى رؤساء المؤتمر الإسلامي، أن شعب البحرين شعب مسالم، بدأ مسالم، سيواصل مسالم وسيحقق مطالبه وهو مسالم أيضا. الرسالة التالية، الرسالة التالية نوجهها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ونقول لهم لقد سقط اليوم لدينا الشهيد الثاني منذ مقدم وزير دفاعكم، فهل زيارته كانت ضوءا أخضر لاستعمال القوة ضد شعب البحرين؟ يسقط حمد. ومن هنا ومن هذا الشعار الذي تطلقونه نأتي للرسالة التي بعدها، وهي أن شعب البحرين ومن خلال معاناته عبر الدهور ومن خلال نضالاته وتضحياته يعرف ما يريد، له مطلب واضح، قدم في الماضي تضحيات ومستعد أن يقدم تضحيات أخرى على غرار تلك التضحيات. مطلبه واضح وشعاره واضح، فنريد أن نسمعه للعالم وللسفارات، هذا هو مطلب شعب البحرين. الشعب يريد إسقاط النظام، الشعب يريد إسقاط النظام، الشعب يريد إسقاط النظام.